واحد السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم غادي تشوفوا معايا هاد لا فيديو ديال اليوم، فيديو واعر 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 البنات. علاش؟ لانني غادي نصاوب لكم قماش اللي ممكن تحتفظي به، يعني ديري في شي حكيك وتحتفظي به. قماش خطير، قماش من ذهب، قماش ديال الزعفران الحر. ما تخافوش، نقدروا نعوضوا بشي حاجه، غير خليكم معايا في الفيديو غادي تشوفوا المكونات وباش تعوضوا هاد المكونات. المهم كلشي ساهل ماهل. المهم القماش كيصلح للجسم كامل والوجه، ولكن خصكم تتبعوا الفيديو لان فيه واحد المكون ما كيصلحش للوجه. في حاله الا ما كنتيش كتحسي منه ممكن ديريه للوجه. المهم قماش واعر واعر واعر، ماشي من دوك لي قماش اللي كتخلطي ديك الساعه وكديريه، لا هذا قماش كتحتفظي به وفوق ما كتبغي يعني تهلاي في الحاله يا اختي كتجبديه وكتستعمليه زوين وريحته. يا سلام على الريحه ديالو. خاصكم تجربوه وديك الساعه غادي تعرفوا اشنو كنقول، ولا ما عجبكمش ولا ما اقتنعتوش به قولوها ليا في لي كومونتير، ولكن بالحق حتى تصاوبوه. ولكن انا متاكده غادي تصاوبوه وغادي ترجعوا عندي وغادي تقولوا لي شكرا 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 بزاف فاطمه زهراء على هاد القماش هذا، حيت واعر واعر شي هاد القماش. الا تصاوب وبغينا نبيعوه فريمون غالي، ما نكذبش عليكم لان ديال الزعفران، والزعفران معروف عليه غالي. المهم بلا ما نطول عليكم في البلا بلا، يلا نشوفوا المكونات ونشوفوا القماش. ما تمشيو فين، خليكم معايا. عفاكم ما تنساوش ديروا لايك قبل ما ندوزوا للمكونات. ديروا لايك قبل ما ندوزوا للمكونات. نتوما كتشوفوا المكونات وكتهربوا، نتوما ديروا لايك. المهم بنات انا كنضحك معاكم، ديروا لايك ما ديروش لايك اللي بغيتو. يلا نشوفوا المكونات ونتمنى من الله ان هذا الفيديو يعجبكم. البنات بالنسبه للقماش ديالنا، قماش اللي ممكن انك تحتفظي به، ماشي ممكن راه هو كتحتفظي به صراحه، لان دابا غادي نصاوب قماش بواحد الكميه اللي زايده شي شويه. كديريه في بواطه وكتحتفظي به فوق ما كتبغي تدوشي، اولا مثلا هكايا تبغي ديري مكياج ولا شي حاجه، المهم فوق ما تكون البشره ديالك ماشي تليه اولا فيك قشور اولا شي حاجه، فكديري وكيصلح الوجه والجسم، يعني الجسم كامل، الوجه والجسم وكل شيء. غير هو تبعوا معايا عفاكم شنو غادي نقول لكم، لان فيه واحد المكون اللي ما كيصلحش الصراحه للوجه، فماشي ما كيصلحش للوجه، هو كيدار ولكن الا كانت عندك البشره حساسه ما كديريهش، اللي هو الحامض. المهم اول حاجه عندي هنايا تقريبا واحد قبيصين بحال هكا ديال السنيده وسكر سنيده، ممكن تعوضوه بالقهوه. يعني هذا القماج هذا ديروه، سمحوا لي، هذا القماج ديروه بسنيده اولا بالقهوه. انا غادي نديرو بسنيده باش هكا يجي مزيان. هنايا شنو غادي ندير، غادي ناخذ الزعفران. بالنسبه للزعفران الحر الا ما عندكمش عوضوه بشويه ديال الكركم، شويه ديال الكركم فقط. على الزعفران لانه كيوحد لك اللون ديال البشره، والا عندك تصبغات ولا شي حاجه راه كيحيدهم. المهم غادي ناخذ الزعفران صافي، وغادي ناخذ هادو. كما كتشوفوا هنايا خديت الزعفران، غادي نزيد عليه الحامض، وهذا هو المكون اللي قلت لكم ما كيصلحش يعني للبشره اولا للوجه. ففي حاله الا ما كنتوش كتحسوا منه ممكن ديروا هاد القماش لوجهكم، مي هاد القماش الا كانت البشره ديالكم يعني حساسه وداك الشيء ما تستعملوش الحامض، استغناو عليه اولا استغناو على الوصفه انكم ديروها في لابو ديالكم، يكفي انكم ديروها في الجسم ديالكم. كما كتشوفوا هنايا غادي نخلي هاد الزعفران، ها هو دغيا كيطلق لانه حر 100%، نخليه يطلق. بيد ما طلق لي الزعفران عندي هنايا الفاني، الفاني البنات كيعطيك واحد الريحه زوينه للجسم ديالك. اوبس، يلا يلا يلا
غادي ندير هنا ساشيه ديال الفاني كما كتشوفوا، وعندي هنايا الكوك. غادي ناخذ واحد الكميه ديال الكوك، زيت الكوك، بحال هكا. الكوك زوين بزاف، هو مرطب. المهم غادي ناخذ واحد الكميه منه بحال هكا. البنات الا ما عندكمش الكوك عوضوه باي زيت عندكم، ماشي مشكل. دابا غادي ناخذ هذا الزعفران، غادي نديرو هنا. دابا هذا قماش ديال الزعفران البنات، خطير. غادي نحاول نلبس هاد السنيده بحال هكا. قماش واعر 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 بزاف. كنلبس السنيده كما كتشوفوا بهاد المكونات، ومن بعد عندي هنايا مقطر ديال الخزامه. هاد المقطر ديال الخزامه الا ما عندكمش يعني ما تستعملوش، ماشي مشكل. غادي نستعمل منه شويه هكا، ما تكثروش. تقدروا تستعملوا الورد، الماء ديال الورد يعني اللي بغيت، كتستعملوا غير شويه صافي. وغادي نمزج مزيان كيبغي هادشي، كيبغي تمزجي مزيان 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 هكا. هانتوما البنات صافي. غادي نديرو ان شاء الله في واحد البواطه ولا حكيك صافي، وتبقاو تستعملوه. هانتوما البنات، قماش خطير 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 البنات، غزال. نتمنى من الله انه يعجبكم. كما كتشوفوا مازال هاد الزعفران مازال غادي يطلق، والقماش غادي يولي في اللون الاصفر. فهمتوا شنو قلت لكم؟ يعني هاد الزعفران غادي يطلق اللون مزيان، وغادي يطلق ديك الفوائد اللي انا بغيت، وغادي يولي القماش في الصفر. صراحه زوين. عندك يحسب لكم باللي سنيده غادا تذوب، لا ما غاداش تذوب، كتبقى بحال هكا كما كتشوفوا. ممكن تزيدوا شويه ديال، بحال دابا مثلا ملي تبغيو ديروا الجسم ديالكم، زيدوا شويه ديال الصابون البلدي، خذوا شويه وزيدوا عليه الصابون البلدي وقوميو كما كتشوفوا البنات، زوين بزاف. ثم البنات القماش ديالنا كما كتشوفوا الشكل ديالو كيحمق البنات، كيحمق كيحمق. ضروري تجربوا، عرفتي الريحه ديالو ما نعاودش لكم شحال كتحمق يا البنات. ريحته غزاله، مع داك المقطر ديال الخزامه تفاعلوا مع داك ديك الفانيلي درت، عطاو واحد الريحه واعره. وهذا القماش راه مرطب خطير، وممكن ديري حتى الفم ديالك يعني الشفتين الا كانوا كيتقشروا ولا شي حاجه. زوين بزاف بزاف بزاف، راه كيبقى فحال هكا كما كتشوفوا، وداك اللون الصفر كيتركز فيه كتر. يعني قماج واعر واعر واعر. نتمنى انه يعجبكم كما كتشوفوا، وتجربوه وردوا عليا الخبار. ونتمنى ان هاد لا فيديو يتبارطاجا البنات، وخليوا لي واحد العدد كبير ديال لي لايك. وما تنساوش باللي راه كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم، وهاد القماج راه كيتخبى عندك، وتبقاو تقولوا لي فاطمه زهره واش ممكن نحتفظ به؟ ايه تحتفظوا به، وتبقاو تستعملوا. عرفتي ريحته شحال زوينه، ما كرهتش كون كانت الريحه يعني كتشموها، والله العظيم الا ريحته كتحمق البنات. ونتمنى من الله ان الوصفه ديالي تعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. تهلاو في ريوسكم وبسلامه عليكم.